إذن متابعينا الكرام، عدنا لكم من جديد من بلدة عقابة التابعة لمحافظة طوباس. حتى هذه اللحظة لا زالت المواجهات مستمرة هنا، ولا زالت الاشتباكات تسمع بوضوح بين الحين والآخر. لا زال المنزل لعبد الرازق أبو عرة محاصرا حتى هذه اللحظة. تم على ما يبدو إطلاق قنابل مضادة للدروع صوب المنزل. أيضا في وسط بلدة عقابة تم اعتقال الأسير المحرر محمد أبو عرة ووالده ووالدته وشقيقه وشقيقته حسب ما الاحتلال يشكل طوقا امنيا حول منزل عبد الرازق ابو عرة. حتى هذه اللحظة يعني استمعنا الى اصوات اشتباكات عنيفة كانت تدور هنا في المكان، وايضا اصوات انفجارات كانت يعني تعلو وتصلح بين الحيني والاخر. يعني قوات الاحتلال تعمل على توسيع الطوق الأمني حول المنزل المحاصر وعزل مساحة أكبر من في محيط المنزل المحاصر وتمشيطه من الشبان. حتى هذه اللحظة يعني نحن الآن بالقرب من مستشفى طوباس التركي الحكومي. هناك تواجد لآليات عسكرية هنا في الشارع يعني في شارع المستشفى. Thank you.
متابعينا الكرام ساعتين ولا زالت يعني اقتحام بلدة عقابة مستمر في محافظة طوباس. لا يزال الاحتلال يتوغل هنا في محيط المنزل المحاصر منزل عبد الرزاق أبو عرة. حتى هذه اللحظة يعني قوات الاحتلال تشكل طوقا أمنيا في محيط المنزل، تمنع مركبات الاحتلال الأحمر، تمنع الطواقم الصحفية من الدخول، تم استهداف مركبة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني برصاصة في الزجاج الأمامي، مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي. يعني نتحدث عن استهداف الطواقم الصحفية الطبية عفوا وطواقم الهلال الأحمر. أيضا اشتباكات تدور في المكان هنا بين الحين والآخر، وأيضا سماع صوت انفجارات ناتجة عن استهداف طواقم آليات الاحتلال بقنابل محلية. أصلا سمعنا صوت انفجارات متتالية من محيط المنزل المحاصر، يعني لا توجد معلومات دقيقة من داخل المنزل حتى هذه اللحظة، ويعني لا يمكن الوصول إلى المنزل في هذا الأثناء بفعل الطوق الأمني الذي يحيط بالمنزل، حيث أن الاحتلال يمنع مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني والطواقم الصحفية وأي شخص من الاقتراب من الدائرة الأولى التي شكلها في محيط المنزل. هذه الأثناء يسمع بوضوح صوت الاشتباكات. يعني سنحاول الوصول إلى الدائرة المحيطة في المنزل المحاصر.
المشاهد، هناك قطع طريق أمام مركب الهلال الأحمر الفلسطيني. يعني الآن ربما جيش قام بإرجاع المركبة. عرقلت عملها. كما يبدو الآن هناك عملية اعتقال لشاب. Thank you.
إذن الآن جيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي على الشبان هنا في محافظة طوباس في بلدة عقابة بالتحديد. لا زال المنزل محاصر حتى هذه اللحظة، لا زال الطوق الأمني مشدد حول المنزل. يعني هذه الصورة في بلدة عقابة، إذن متابعينا الكرام هذه الصورة المباشرة تأتيكم عبر وكالة جي ميديا من بلدة عقابة في محافظة طوباس. ما يحدث هنا محاصرة منزل منذ أكثر من 3 ساعات حتى هذه اللحظة، لا زال الحصار حول المنزل. اعتقلت قوات الاحتلال أيضا في عقابة الأسيرة المحررة محمد أبو عرة ووالده ووالدته وشقيقته في وسط بلدة عقابة. حتى هذه اللحظة لا زالت المواجهات والاشتباكات مستمرة. أيضا جيش الاحتلال يتواجد في عدة محاور حول المنزل هنا في شارع مستشفى طوباس التركي وفي محيط المنزل المحاصر. أيضا يشكل طوقا أمنيا كاملا حول المنزل. هناك أيضا استهداف لمركبة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص المطاطي أثناء تأدية عملها في الإنساني هنا في بلدة عقابة، وعرقلة لعمل طواقم الهلال الأحمر والطواقم الطبية حسب ما أفاد مدير مركز الهلال الأحمر هنا في محافظة طوباس. هذه الصورة المباشرة كانت تأتيكم عبر وكالة جي ميديا. نصل وإياكم إلى نهاية هذه النافذة، سنعود لكم بصورة أقرب وتفاصيل أكثر قريبا إن شاء الله.